اللي ما يعرفش التحدي بتاع رمضان السنة دي هيعرف. بس يا سلام، بص المود بتاع الطير بيطير فوق للسما من الفرحة بالفيديو بتاع النهاردة ده. في أول رمضان كنا عملنا تحدي إن إحنا هنحاول نحفظ أسماء الله الحسنى. فأنا فكرت قبل ما أعمل الفيديو، قلت اللي هو هل أعمل الفيديو ده ولا هيبقى مثلا اللي هو كأنه نوع من اللوم، رياء مثلا، أنا اللي هو بعمله عشان الناس تحس ان انا عملته. بس حسيت اللي هو لا، مش ده اللي هيحصل. انا ما كسبتش التحدي، ما حفظتهمش. بص لما بقعد قعده طويله، وطبعا مش عارف اقعد القعده الطويله دي في الفيديو، او ممكن اقعد بس اللحظات اللي هسكت فيها اقصها مثلا او اشيلها في الاديت المونتاج. بعد كده اللي هو لقيت انا بوصل ل 80 مثلا اسم، وفي 10 بيطيروا خلاص. فمثلا اقول ايه، طب ما تيجي نعيد من الاول، يمكن مثلا لما تعيد تاني تلاقيهم. الاقي نفسي مثلا وصلت عند ال 50 ومخي مات، ما بيتحركش، ما بيجيبش حاجه خالص. فطبعا حاجه سيئه، لكن بصراحه انا في اسامي انا ما كنتش عارفها خالص، ومش متخيل دي اسامي اصلا. عرفت ان في ناس بتقول ان الاسماء دي حاجه تانية برضه لازم اقولها، ان الزرافه دي من اوحش الحاجات اللي موجوده في البيت هنا. عرفت ان في ناس بتقول ان هم لا، مش 99 اسم، لا ده ممكن يكون في اسامي تانية، ده اجتهاد من علماء وكده. بس وفي اسامي اللي هو لا دي مش موجوده اصلا، حاجات كده. فانا حاولت اللي هو قشطه، يعني بحفظ كده كده، فانا هاخد كده كده الثواب على اللي انا بحفظه، على المحاوله اصلا، فدي حاجه حلوه. لو طلع ان في اسامي المفروض لا مش هي، مش هستعملها. لو لقيت اسم وانا مثلا بدعي، فهل الاسم ده لو طلع مش مظبوط او مش معروف مثلا هي لا. فاظن ربنا يعني هنخلي الموضوع بيننا وبين ربنا، طالما احنا ما بنعملش حاجه اصلا غلط او غريبه او مختلفه او بدعه مثلا. وبس يلا نبدا. بص انا دايما ببدا باللي انا مش عارفه، اللي انا اللي هو عرفتهم جديد ما كنتش عارفهم، عشان اشيلهم من الطريق واشوف بقى بعد كده هعمل ايه في حياتي. ممكن اقول الوارث، الباعث، الشهيد، الوكيل، النافع، المانع، الواجد، الماجد، الصمد، الحق، البر، التواب. بس هي التواب انا عارفها، بس خايف تضيع مني طالما جت دلوقتي وانا حسيت ان انا ممكن انساها. الرشيد، الحكم، العدل، المقسط، الحسيب، المقيت، العال اللي هي العالي بس اللي هي بتتقال من غير ليه، المتعال، الولي، الصبور، الشكور. معروفه برضو بس هي الصبور الشكور. خلينا نخش بقى في الحاجات اللي انا اللي هي ايه ممكن بحسها ان هي مشيت معايا كده، فاهم؟ الرحمن، الرحيم، هشام عباس ياخد ثواب جامد في الحته دي، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، الكريم، المحصي، المبدئ، المعيد، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، المحيي، المميت. ثانية هنقل الفيديو هنا شوية عشان برضو الناس ايه ما تزهقش وهي قاعدة بتتفرج. وقعد في حتة واحدة وقاعد نسمعك، انا عايز انجز، ما فصلتش لحد يقول انا بغش. بغش مين يعني؟ انا بقول اسماء الله الحسنى، فتبقى مصيبة. الحكيم، الغفور، هعدهم بس كده عشان بس اشوف وصلنا لايه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 اللطيف. السبعة كده 57 عشان ما عادش نعد كل شوية. اللطيف، الخبير، السميع، البصير. 56 60 يعني خلال حد 60 هنا، 60 دول 61. نبتدي بقى اللي هو بقى ايه الدمار اللي هو مش عارف اروح فين. القوي، المتين، المعز، المذل، الودود. انا كتبت غفور صح؟ كتبت الرحيم كمان، فدول المفروض لحد هنا يبقى ماشي. انا كتبت الرحيم اصلا، هي المفروض الغفور الودود ذو العرش المجيد. كتبت المجيد، ما كتبتش المجيد. يبقى 60 61 62 63 64 65 66. انا عايز بس اجيبهم مثلا 70 عشان يعني كرامتي في التحدي ما تضيعش. الفكره ان انا لما ابقى في اسم احس ان هو ده اسم، بس ابقى خايف يكون مش اسم فاقوله غلط، يبقى انا اللي هو انت بتقولي على اسم مش من اسماء ربنا. المحسن مثلا، ايه ده المحسن؟ القادر، المقتدر، ذو الجلال والإكرام، ملك الملك.
يعني انا اظن ممكن اوقف كده، لان انا حاسس ان اللي هو برضو مش عايز الفيديو يطول بزياده. هو رمضان خلاني اللي هو خلاص، انا ما ينفعش ان انا بعد ما عرفت الاسامي دي وفاضل لي يعني لحد ما احنا واقفين هنا فاضل لي كام، 28 18 يعني فاضل لي 20 تقريبا. فلو فاضل لي 20 اسم ونفضت ابقى ندل ربنا، ممكن عادي جدا اللي هو يعني لا، يعني انا ما استاهلش حاجات معينه عشان انا مش عامل الكلام ده عشان بس رمضان. يعني المفروض اللي هو بعد رمضان، طالما الموضوع ده انا حطيته تحدي، فليه بعد رمضان انا اطنشه؟ يعني اطنش ان انا احفظ اسامي اسماء الله الحسنى. وفهمت فكره انه ممكن يعني من احصاها دخل الجنه، انا ما اعرفش لو انا فعلا حفظتها هدخل الجنه. فلقيت ان انا فعلا لما باجي مش عارف اكمل الاسماء، فبقول يمكن ربنا عايزني ان انا عايزك تفضل مركز انت تحفظهم، عشان لما تحفظهم هتخش الجنة. فأنا حاطط في دماغي إن ده هدف، فاللي هو لما أحفظهم هقول لربنا بيني وبينه في الدعاء أو في الصلاة أو حاجة، أنا حفظتهم عشان ده، ممكن يا رب بالأسماء دي تديني الهدية بتاعة الجنة. معرفش، بس أنا عامة مش هطنش، أنا هطن يعني هرجع لتاني الأسماء، لأن أنا كنت بوصل ل 80 دلوقتي بقى 70 يمكن عشان الكاميرا أو حاجة، فمش عارف أركز. بس شكرا أوي يا جماعة على رمضان، كان جميل سريع كالعادة، ده أسرع رمضان عدى عليا، أسهل وقت في الصيام لحد الساعة 6، ده ممتاز. إن شاء الله بقى مع بعض رمضانات جاية كتير. أشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.